سلام وليداتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عمر انا واش عرفتي البارح واش نطرى ليا يا معلم؟ اش طرى؟ الله يسمعنا اخبار الخير. خرج ليا واحد السبع ما نقولكش سبع كاع، ونفعتني واحد قرعه الماء كتهزها معايا ومع البرد، وانا نكبو عليه ويجي البرد ويحصق. صافي 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 فهمت. وعليه انا فاش خرج ليا انت خرج ليك ضربت على مو بواحد تصرفيقه تبعتي شراينا انا زيدي، وانا لقيت ليا فاس قبل ما كنت لي كبيتي على الماء انت مسخاطه صاحبي. وناري نتايا واخطر من الخطر. اه يا وينه فين شفتي هادشي في الحلم ولا اش؟ لا على الشهاده يقدر شافو في فيلم ديال الاكشن وجاو تيكعتو هنا على بعضياتهم. يا وانتوما شكون اللي حاشا عليكم؟ اش دخل حمركم لا السمين دبيغان؟ اه يا انت يا سكتنا شويه وانت فيك هاديك تيبر باللي ما تسكتش ولا مالك؟ ماك صارت كاسيطه. سمح لي يا استاذ الله يحفظك. يلا نوض وقف. انا اه انت على شكون؟ واخا وسط اجي انت الى خيروك ما بين الفلوس والعقل اشنو بغيتي تختار؟ راه باينه استاذ هذاك خاصو يختار العقل هذا ما عنده. يا سكتينا انتي مالك كدا تحلقزي ياك ما فيك الدودايشن. يلا زلتك وبقيت لي تدخلي فشي حاجه اللي بعيده عليك. وانت انت اختي ما تدخلي السوق راسك. يلا جاوبنا انت. انا نختار الفلوس. الا انت اش بغيتي تختار؟ بيان السر غادي نختار العقل. اه العقل هو اللي تيجيب الفلوس. اه راه تيش قال لك المثال كل واحد تيختار هذاك الشيء اللي ناقصه. ياك نخرج عليا بحالك نضرك زلافتك. وانا كل صحابني بغيتي تجري عليا وكمال فيق انا مع الثمانيه ونصدع راسي والريفي ونتمجاي كون انا جيت العطله من السبت دابا السبت هو مشاريه فيه الصباح ما نعاودش نشوفك هنا. يلا نوض. اصلا ما تجي نشوفك انا سيمانه الراحه والسياحه يا معلم. عمر يلا خرج بحالك وسير اخو الله يجيب الشطاب الماورد. سير انت بغيتي تقيدني وبغيتي تجرني معاك سير خرج لك الاستاذ. يلا سير نوض الشطابه تلقى البحر. ياك كان يقلب توجهكو زعما بغيتي تقراو تاع النهار الاخر في العطله انت ما عاد بغيتي تقراو. والله لا تفرط راه يا ما غادي تخرج بخاطرك ولا غادي نعيط الاداره يديروا بك تقرير. انا عارفكم باغيين تفسدوا عليا العطله وباغيين تحرموا عليا ولكن شوف انا راه هابي كريزي ام فاين ثانكس بيبي. يلا واسير ولا غادي يضربكم شي واحد. هادو وجه النحس هذا. شفتكم اليوم داخلين فرحانين وباغيين انا تحمقوني في عقلي ولا زعما حيت صافي غتشدوا العطله اليوم؟ طبيعه الحال استاذ راه العطله ماشي تمشيو تلعبوا ليا فيها وتبقاو عاطين عليا الدور في السناقي. راه فاش غادي تدخلوا راكم مقبلين على امتحانات الا ما فراسكمش. ياو علاش عاطينا حنا استاذ هاد العطله اللي بغينا نوجدوا فيها الامتحانات ونحمقوا عقلنا ونتصبطوا فيها؟ راه لا يعقل استاذ هاد الشيء هذا اللي تديروا فيه. وييه عمر كنت دوزناه ومع هاد شتينا العطله باش نشدوها حنا مرتاحين. وييه باغي نحرروها فينا. ياتا نوضي انت. علاش استاذ؟ يلا كيفاش علاش؟ بغيت نسولك. لا من حقك استاذ يسول. كنتي قلتي لنا في الحصه اللي فاتت بلي خزو تيقوي النظر. استاذ هادشي اللي قالت لي الطبيبه. عطينا شي بروف على هادشي هذا. اشنو هو البروف؟ ما عرفتيش بروف. واخا 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 كتقراي في الباك وما عرفتيش بروف. عطينا شي دليل باش يستافدوا الاصدقاء ديالك اللي معنا في القسم. هكا كيما قول لنا الدليل. واخا استاذ انا غادي نقول لك حنا كاملين عارفين بلي القنان عزيز عليهم خزو. كلامك صحيح ولا يريد التصحيح. عندك الحق يا هند. ها جيت تقنع عليها. واش عمركم شفتوا شي قنيه لابسه النظارات؟ بنتين انا استاذ تقدر تبيع حمزه نجي نشوف واش خرج ولا باقي هنا نعيط ليه رجع. نوضي خرجي. نوضي نوضي انا غادي نتعرى عليكم الا بقيتو هنايا. نوضو خرجو كاملين كاملين. راه هند ماشي حنا اما كتجمع استاذ نتيت في الغضب. احنا غادي فحال نتيت في الغضب اش بينا وبين هاد المجيه كاع ديال النهار الصد. ما باقيش نشوفكم. نوضو نوضو خرجو عليا بحالكم. نوضو وجا النحس باغي نصفيو عليا مع هاد العطله هادي. نوضو خرجو. مالي الاستاذ بدا تيتعرى مشي اخويا لازم تخرجي يا سبتو عليا. الله يعاونك استاذ. فكرتينا الحاج ما عرفت فاش. راه جا وراق الموضوع وانا ما عرفتش نقرا. راك عرفتي تغلطوا لي هذوك الارقام قلت لك جيو نعطيهم ليك. وانت فين عمرك تفكرتي شي حاجه زينه؟ راني نشوف هذوك الورق. قاري هاك هاك ها مرات تبان لي الارقام قلال بلا ما تخلع. ماري 700 درهم مالا خويا تنصدر المال باكستان والدول افغانستان. شحال هي 700 درهم بالريال؟ وهي 14000 ريال. واش غالي نيت؟ شتي انا عرفت علاش جاني الموضوع غالي هذا الشهر هذا. علاش؟ وعلى داك الجدر ديال ولدك حمزه مالو كل نهار مدوش ليا تقولي السيد مزوج وحنا ما فخبرناش. ايوا راه كيبغي يكون نقي بغيتي يبقى موسخ. هو يبقى نقي وانا نخلص خصيا ياك. ايوا تيجي لي المو غادي نتفاهم معاه. ماما بابا شتينا العطله. قتلتي باك مسخوت الوالدين. الله يمتي راسي الله واخا تجي عتقيني 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 عتقيني. اش هاد صفات الشكاره؟
هزي جوج حجرات كبار دوكا ياسات اويلي راه دابزنا البارح مع ولاد الدرب المورانا وخفتي تقاو ليا داكشي علاش درتهم في الشكاره مالكالي على راسي يا ماما واش حنا مصيفتينك تقرا ولا مصيفتينك دابز ا ماما راه خرج الاستاذ بدا تيتنص عليه هو يقول ليه جمع عليا شكارتك وخرج عليا فحالك ياك ولد الحرام يو هذا علاش ولدنا ها هو وافق هذا راه عنده 7 الرواح اليوم غتوليو فيا 10 الرواح على داك الماء والضو اللي جاوني غالي ا بابا ولا جاك دابا الماء والضو غالي اش دخلني انا فيه ولا شكون اللي تيدوش النار وما طال انا غادي ندوش حتى ثلاث المرات في النار شحال هي ثلاثه المرات في النار قلت لك ها ويلي على مو على ثلاثه اليوم نقتل امك اش علاش يا حلبان راه غادي نشدك راه غادي نقتلك ما يفكري معاك تح والله ما نحلو مالي حماق ما بغيتيش راه غادي نفرع امك اه يا وينا احترموا راسكم شويه وعلى داخلنا نعرفوا واش نقولوا لحاجه ناري باغي تفرق عني الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الوالي ما تكيس علينا بنت حوايجي مخلعه واليوم غادي نتفرق انا وياك يا بلادي خدوش انا عاد وإلا مث عرفي راجلك عمات شاي علي قلت لك اش هذا راه القلب ولا هذا وقفوني اما لك الراجل اش واق ما كنتش حتى ماما وعد فيني من امتى اللي تضرب في هاد البلاصه فين تضربت انا تيتشلم وفين تضرب راه ضربته في الطوطه مسخوطه ولي مشى ليه مستقبله واو طلعت اخوت بعد دابا كيفاش غادي ندوزو خصني نعاود نطهر من جديد الخوت حمزه الدم يعاود مورا العطله صافي 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 فهمتك واحد ليا تنقول لنا فاش خرج ليا وانا نعطي لمو واحد بصرفيقه تسمى تسمى تجي بوك لا سيدي وانا نلقي ديال فاس قبل ما وانا نقول صافي خلي الاولى صافي شتني شوف انا رباك صافي عيب شويه ولا والله تبعني تبعني ماشي صافي